برضوى ومريم عبد الله بتقول حلمت ان الناس كلها يوم الحشر وبعدين وقفوا صفوف زي الصلاه وانا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام كان لابس اخضر وعمه بيضاء وقفت في الصف الرابع وكنت زعلانه فابتسم لي علشان ما زعلش. الحلم ده من 7 سنين. ابشري. بصي هو عامه موقف يوم الحشر ده معناه تنبيه للبني ادم عن خطا تمام بيرتكبه، وظهور الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كده. بص انا هقول لك على حاجه، المنام لما يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيبقى راضي لك الخير، يعني ايه؟ عايز لك الخير، بيشدك للخير. يعني مش معنى كده ان الواحد لا قدر الله هيموت ولا مش عارف ايه، لان وقفه الصفوف دي اصلا وقفه يوم القيامه. فلا ده مش معناه كده، معناه ان بيقول لك ان احنا محتاجينك تعملي خير، تبطلي تقصير، يعني والاصطفاف ده برضو جاي برضو من الصلاة، فكل ما هو خير وله علاقة بالله تعالى. قصريش يعني.